افتتحت أخوية مار الياس التعليم الديني بالتعاون مع كشافة الكنيسة بازار عيد الفصح الخيري بعد الصلاة التي أقيمت بأيام الصوم الأربعيني. تفاصيل أوفى مع مراسلتنا شيرين العلي. إلى الغرب من مدينة حمص وعلى بعد 40 كيلومترا تتربع قرية مقلص كلؤلؤة مضيئة على سفح جبل الحلو، والتي تزداد تألقا في هذه الأيام، سيما وأنها تتحضر لاستقبال أعياد الشعنين والفصح المجيد. فعقب الصلاة التي أقيمت في أيام الصوم الأربعيني وعلى نية الحب والسلام لسوريا، افتتح الأسقف إيليا طعمي معرض بازار الفصح الخيري الذي نظمته أخوية مار الياس للتعليم الديني بالتعاون مع كشاف الكنيسة. مثل ما شايفين أجواء الغبطة والفرح بلشت ترجع لبلدنا بكل أرجائه، من أقرب إلى أبعد نقطة. الناس بدأت تشعر بالارتياح، هيدا عم يخليها ترجع تنظم احتفالات، ترجع تنظم مناسبات. نقدر نساعد كل أهل الضيعة لحتى ياخذوا منتجات من هون من الضيعة، ما في داعي يروحوا على المدينة أو على أي محل تاني لحتى يشتروا أغراض. ومنه كمان منفيد الكنيسة والتعليم والكشاف، ومثل ما شفتوا الأسعار كتير ظريفة ورمزية، يعني كل شيء موجود، في فصحيات، في ضيافة، في أدوات منزلية، وكل شيء بخص يعني العيد. البازار تضمن العديد من مستلزمات الاحتفال بعيد الفصح، من أشغال يدوية وشموع وزينة العيد، من أشجار وسلال بيض ملون، فضلا عن الرمزية الخاصة التي تمتلكها حلويات العيد كونها مشغولة بشكل يدوي فائق العناية. حبيت شارك بالمعرض وأعرض بضاعتي، أنا هاي كلها شغل إيدي. حبيت فيد الكنيسة واستفيد وبأسعار كتير مقبولة مشان كل العالم تستفيد، وإن شاء الله بينعاد عليكم وعلى الجميع بالخير يا رب. كتير كويس، رح ناخد أغراض للعيد وزيني وضيافي، وكمان شمعات مشان الأولاد، مشان الشعانين، مشان ينبسطوا الأولاد. بدنا ناخذ حلويات وضيافه، تنعد عليكم بالخير، وكثير حلو، فكره كثير حلوه، انا كثير انبسطت فيها. البازار الذي شهد اقبالا واسعا من الاهالي هو فرصه لعرض اعمال المشتغلين والترويج لها، وباسعار مناسبه ترضي جميع الاذواق. من كنيسه مار الياس في قريه مقلص بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الاخباريه السوريه.